عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. صباح الخير، مساء الخير، على اي وقت انتوا بتشوفوني فيه فهو خير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الستريبس وهنعمل مع بعض الروزيتو. هنا جبت طبق وحطيت فيه كوباية من المية، ونزلت هنا بمعلقة من البابيكا، وهحط معاها كيري وكركم اساسي يا جماعه. الاستريبس ده انا هعمله من غير بيض خالص. هنا هحط معلقه من الكيري والكركم وفلفل اسمر وزعتر، تمام، والملح، مش هحط اكتر من كده، ومكعب المرقه، ما ننساش مكعب المرقه اهم حاجه. وهدوب كل الحاجات دي مع بعضها. وبعد كده هنزل بالقطع الدقيق. شوفوا يا جماعه انا كده تبلته خلاص، كده تمام جاهز التتبيله. هبتدي احطه في التلاجة لمده ساعتين او 3 ساعات، كل ما يقعد في التتبيله كل ما يبقى احسن وافضل كتير، تمام. انا كده حطيته في التلاجة. هنا معايا قطعتين من صدور الدجاج، هبدا اعملهم بطريقه تانية، هتبلهم برضو. طبعا انا نقعف ليمون والخل زي ما انتوا عارفين. وبعد كده هبدا انزل بالبهارات اللي معايا. البهارات اللي معايا عباره عن بابريكا وبهارات فراخ وجنزبيل وزعتر ومعلقه صغيره من القرفه وفلفل اسمر وملح وثوم بودر وبصل بودر ومكعب من المرقه. كل دول مع بعضهم زي ما انتوا شايفين كده، وهحط عليهم برضو عصره من الليمونه، نص ليمونيه عصار عليهم، وهنزل بدبس الرمان بتاع معلقه كده. وهنا بقى المفاجاه، هحط عليه معلقه من المايونيز، بجد بتديله نكهه وطعم جميل جدا. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. هنا هبدا اخلط المكونات دي، بس لما احط ربع كوبايه من الميه، مش هحط كتير لان التتبيله اصلا هتنزل ميه. زي ما انتم شايفين كده هبدا احطها برضو في التلاجة لمده ساعتين في التتبيله دي. هنا معايا الجريل دوت، حاطه فيه معلقه من الزبده وعليه معلقه من الزيت، تمام. وهبدا انزل بالصدور الدجاج بالشكل دوت. انا هنا بدي للصدور دي صدمه، وفي نفس الوقت انا هسويها على الجريل بالطريقه دي، بجد بيطلع طعمه جميل جدا ومبياخدش وقت خالص. شايفين الشكل بتاعها بيبقى جميل ازاي، وريحتها بقى مش قادره اوصفلكوا. شايفين شكلها عامل ازاي، ريحتها رهيبه. شوفوا بقى هنا انا حطيت شويه من الميه اللي فيها التتبيله اللي انا كنت متبله بيها اصلا الصدور، تمام. نزلت بربع كوبايه كده وهبدا اقلب فيها. هنا هنعمل مع بعض الروزيتو. هنا حطيت معلقه كبيره من الزبده وعليها زيت. طبعا الخطوات سهله جدا بتاعه الروزيتو اللي احنا بنجيبه من عند كنتاكي والمطعم. واحلى حاجه ان انت عاملاها في البيت ومضمونه. هنزل بتاع بصلايه كامله مبشوره، كده تمام. هنزل بالرز، الرز المصري العادي بتاعنا، مش رز بسمتي، رز عادي. احط معاه معلقتين كبار من الكاتشب، واحط عليه بابريكا معلقه برضو، وهنا مكعبين من المرقه. المكعبين يا جماعه بتديله نكهه حلوه جدا وطعم جميل. هبدا احط الملح وشويه من فلفل اسمر، مش كتير وبس كده.
اخلط المكونات دي وبعد كده احط الميه بتاعت الرز. مفيش اسهل من كده وبجد طعمه جميل جدا جدا والاطفال بتحبه. كده صدور الدجاج تمام معايا. هنا هعمل الستريبس. شوفوا بقى يا جماعه انا هنا حاطه دي عادي ما فيهوش اي حاجه ولا كركم ولا كاري ولا اي حاجه. طبعا الفراخ انا متبلاها زي ما وريتكم، القطع الدجاج متبلاها قدامكم. وهنا هبدا احطها مع الدي. معايا في طبق تاني في كوبايه فيها ميه ساقعه جدا، لازم تكون ساقعه تمام. وهبدا اغلفها الاول بالدي بالطريقه دي. وبعد كده هنزل في الميه الساقعه جدا اشيلها على طول. كده نديتها صدمه جامده من الميه. وبعد كده اغلفها تاني بالدقيق، بس لازم بقى ايه ايدك فيها دايما عشان يطلع الشكل بتاعها المظبوط. وبعد كده بجيب مصفه وابدا اعمل فيها كده، اجيبها يمين وشمال لحد ما تبقى مظبوطه معايا كده تمام قوي. بعد كده هجيب القلايه بس يكون فيها زيت كتير عشان هي اساسها الزيت، يبقى كتير فيها عشان تطلع مقرمشه، تطلع زي اللي بتجيبيها من المطاعم بالظبط. ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم، الوصفه اللي انا بقدمها تكون عجبتكم ان شاء الله. تابعوا بقى الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل الجديد. بجد بشكركم الناس اللي دعمتني الفتره اللي فاتت، الناس اللي جت عندي جديده في القناه انا بشكركم شكرا جزيلا. الناس اللي موجوده عندي من قبل كده بجد بشكركم، احلى متابعين. وان شاء الله كنا عند حسن ظنكم، وان شاء الله اللي جاي اقدم لكم حاجات افضل كتير. واشوفكم في فيديو تاني جديد. ولو اي حد عنده اي ملحوظه ليت يكتبها لي في التعليقات، وانا بقبل اي حاجه ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.